بس حد بقى مركز معاهم ونمسكهم، هتقعد معانا 24 ساعه عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم. مبسوط يا عم؟ ابو ايه؟ تعال خد النجم على الحجز. بس بقول لك ايه، محدش يقرب منه، ونبه على زناتي محدش يلمسه، فاهم ولا لا؟ تحت امرك. يلا بيت اتفضل. هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ اه مستريح. يلا يا ابني. فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ اذا كنت فاكر نفسك دكتور، انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا معلم؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. ما تشكليش همك، زي ما عملت دكر وجيت تستلف، خليك راجل وسد اللي عليك. يا الحقن يا الفلوس. خلاص يا معلم، حقك عليا. هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم، خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهد، عهده والله. ماليش فيه، ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابق بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم، يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. يا ابني يا ابني اخش اطمن عليه اعرف انه كويس بس. يا ستي مش عايزين مشاكل، الله لا يسيئك، هو جوه في الحجز دلوقتي والله كويس. طب دخلني للظابط اللي خده استسمحه ويطلعه، الواد غلبان ويتيم. والله يا حاج لو ينفع انا كنت دخلتك، بس هو ما بياكلش معاك الكلام ده. وبعدين سليم باشا نايم جوه، انا لو دخلت صحيته هيطين عيشتي انا واللي جابوني. اتكل على الله انت دلوقتي وتعالوا بكره الصبح. اتكل على الله فين؟ اروح اروح واسيب اللي طلعت بيه من الدنيا، هو انا عندي غيره؟ يا ست يا ست الله لا يسيئك، ما تخلينيش اندم ان انا خدت وديت معاكي في الكلام، احنا غلابه زي بعض برضو. طيب تبشر عليا. بس يا حاجه انت لو شفت له واسطه هم هيخربوها على طول. واسطه؟ واسطه منين؟ ده احنا غلابه ما نعرفش حد. واسطه يا حاجه؟ يا حاجه انا اللي اعرفه قلتهولك، بالله عليك اعتبريني زي ابنك بقى، اتكل انت على الله دلوقتي عشان خاطر انا ما اتاذيش بسببك. استغفر الله العظيم. يلا يا اخويا يلا، علشان انت كلك لب. مفيش نفس يا سميحة. والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى، شكلها اتربعت على دماغي من كل ناحية. لا يا اخويا ما تقولش كده. امال قولي بس يا سميحة، دين ومديونين، سلف واستلفنا من طب الارض، صيغتك وبعتيها، هنجيب فلوس منين تاني؟ نعمل زي ما عملنا قبل كده. ازاي بس يا سميح؟ نعمل ايه؟ اشتري اجهزه كهربائيه بالقسط تاني ونبيعها محروقه. مفيش عليك تاني. محدش هيرضى يدينا اي حاجه بالقسط تاني طالما ما سددناش الدين القديم اللي علينا. ما تقفلهاش في وشنا بقى يا ابراهيم. حاول انت يا اخويا بس. هنعمل ايه؟ هنستناك يعني لما تدخل السجن؟ ولا الضبع يسلط رجالته عليك يموتوك؟ يا ريته يعمل كده ويخلصني من الهم ده. هتشر عليك، تف من بقك، كل حاجة هتتحل وهتبقى زي الفل. بس انت قول يا رب. يا رب يا رب فك زنقتنا يا رب. بس انا هعمل ايه؟ يا راجل هتتفك، خد بقى كل بقى. الله ما مصبرنا على الدنيا دي يا سميحة، حنيتك دي حطيت الجبنة فينا يا سميحة.
يا بنتي. صباح لو سمحتوا النبي عايزه الحق. الحق ليه؟ معلش صحي قولي، موضوع ما يتأجلش، معلش موضوع مهم. طب اتفضل. شكرا. على ما تفطر سعادتك هيكون مش جاهز سعادة الباشا. صباح الفل يا باشا. يا زناتي ايه الاخبار؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. روح اعمل لي الشاي يا ابني. يلا يلا يا ابني هات الباشا حاجته بسرعه. يلا يلا. حاضر. شكل سعادتك ما نمتش كويس. كومر زناتي في حاجه؟ الامر لله يا باشا. بالنسبه لسعادتك الواد اللي في الحجز يا باشا ماله؟ هنتصرف معاه ازاي سعادتك؟ ده ما انا قلت رفاعي اجيب له تحريات وانا هتصرف معاه، ما تشغلش دماغك انت بيه. ماشي يا باشا. طمني بحاجه ثانيه سعادتك؟ امر يا باشا. بقول لك ايه يا زناتي صحيح؟ امر يا باشا. هات له اكل عشان جعان حرام. باشا مصر والله والله باشا مصر. بيت كرم بيت كرم صحيح. تمر بحاجه سعادتك؟ اتفضل زي باشا مصر. ما تشيليش هم يا ست سناء، ان شاء الله قبل اذان الظهر هيكون في البيت. انما هم اخذوا لي خناقيك. لا خناقه ايه؟ انا ابني ما يتخنقش، انا ابني متربي احسن تربيه. الظابط خده كده من غير لازمه. المهم سيبيها على الله، سيبيها على الله. الو صباح الخير يا سيادة النايب. صاحي يا ترى ولا نايم؟ لا لا يا باشا، ولا بس كنت محتاج سعادتك كده في مشوار صغير لغاية الاسم. لا لا خير ان شاء الله. يا باشا كان في شاب كده غالي عليا قوي وله في قلبي معزه خاصه. كانوا مسكوه كده يا باشا وكنا عايزين نعرف ايه المشكله. طيب سعادتك خلاص يبقى هستنى حضرتك بقى في المعرض تعدي عليا ونروح سوا. ماشي يا باشا مع الف سلامه. شاكرين افضل سعادتك. مع الف سلامه يا باشا. مع الف سلامه. سلام. خلاص يا ست سناء تقدري حضرتك تروحي دلوقتي وانا ان شاء الله هجيبه في ايدي واجي لحد البيت. كتر الف خير. لا لا اوعي تقولي كده. كتر الف خير ايه؟ ده زياد ده زي تامر ابني بالظبط. ما ده كان العشم برضه. وانت عارفه لولا نشوفيه دماغك كان زمان انا مكان المرحوم ابوه. ملوش لازمه الكلام ده خالص. انا كنت عارفه ان انت هتعمل حساب العشره والجيره. هقوم اروح انا. ما انت قاعده شوي. معلش. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما بالراحه على نفسك شويه يا حاج، ده انت اللي يشوفك نازل كده يقول ان انت رايح تتجوز. ما تستبحي على الصبح يا سعاد. اللي يا اخويا عمري ما شفتك كده قايم لنا مزقطط من النوم. ده الواحد لو صحاك بدري عن ميعادك 10 دقايق بتطين عيشتنا. يا وليا شاب ومحجوز في الاسم، خلي في قلبك شويه رحمه. ربنا يجعلنا من بركاته هو وامه. يا ولاد تقل ايه؟ بدل ما تحط دماغك في الولايه الغلبانه وابنها، خلي دماغك في ابنك وشوف ابنك فين. هيكون فين يعني؟ اكيد نايم جوه. فوق يا ماما. ابنك ما باتش في البيت من امبارح ودي مش اول مره. وايه يعني؟ شاب وبيستمتع بشبابه، ولا هو ابن سناء اللي يخرج في انصاص الليالي ويتقفش تحري ويبقى على قلبك زي العسل، وابني انا بقى اللي كفر. يا وليه التقل؟ هو ابن سناء ده كان من بقيه اهلي؟ انا بتكلم على العيل اللي حيلتنا.